نعود للحديث حول السياسة الإيطالية والفرنسية في ملف الانتخابات في ليبيا، ويعود معنا السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي. سيد مروان، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. إذا كنت في الاستماع سيد مروان، كان السؤال نتحدث عن التباين في وجهات النظر بين كل من فرنسا وإيطاليا وسياستهما تجاه الانتخابات في ليبيا. فرنسا كما يعلم الكل وتعلم أنت سيد مروان تصر على إجراء الانتخابات نهاية هذا العام يوم 10 من ديسمبر القادم، أما إيطاليا فترى خلاف ذلك، ترى أنه لا وجود للانتخابات في ليبيا ما لم تقم المصالحة الوطنية الشاملة. هذا التباين في وجهات النظر بين كلا الدولتين التي لها نفوذ في ليبيا، واللتان لها نفوذ في ليبيا، كل من يسيطر على أو له أتباعه في ليبيا وما إلى ذلك. عموما كيف يمكن أن يؤثر هذا التباين على الملفين السياسي أولا ومن ثم العملية الانتخابية بشكل خاص؟ بالطبع هذه الدول تسعى إلى أن يكون حلفائها على رأس النشاط السياسي القادم، ولذلك كل من الدولتين تختار الطريقة أو الأسلوب الذي ترى أن حلفائها المحليين في ليبيا يمكن أن يبقيهم في المشهد السياسي أو على السلطة في لذلك نرى هذا التباين. هذا التباين طبعا نابع من حضور حلفاء كل دولة في الانتخابات القادمة. فرنسا الانتخابات الرئاسية بدون الدستور سوف ربما يسمح لخليفة حفتر بأن يكون على رأس السلطة في المشهد القادم، ولذلك هي تصر على الانتخابات بغض النظر إذا كان هناك دستور أو لا يوجد دستور. أما بإيطاليا فحليفها كما نعلم هو فايز السراج، وترى بأن التعجيل بالانتخابات الآن ربما يقضي على أي حظ أو أي فرصة لبقاء السلطة التي تتحكم في ليبيا وهي سلطة حكومة السراج. من هنا يأتي هذا التباين، هو لا شك بحث عن المصالح هذه الدول وليس من أجل مصلحة الليبيين بالطبع. طيب طيب نحن تحدثنا عن مصالح الدول، وأنت تتحدث بالتأكيد عن مصلحة كل من فرنسا وإيطاليا في الملف الليبي أو شأن السياسي الليبي. إذا ما خسرت فرنسا أو خسرت إيطاليا في هذا الرهان، إذا فازت الأحدى كما يعلم الكل، إذا فازت واحدة منهما ستخسر الأخرى الرهان، ما الذي يمكن أن يحدث حينها؟ كيف يمكن، هل يمكن أن نشهد من الطرف الخاسر إن صح التعبير تدخل سلبي في كلا الحالتين السياسية والانتخابية؟ بالطبع هذا ما سيحدث بالذات، يعني كلا الدولتين لن تستسلم للخساره من اول طريق. يعني اذا كان خيار الانتخابات التي تريده فرنسا هي تاكيد سيناريوهات اخرى، والاخرى سوف تعمل في ليبيا او تستعيد تفوت حلفائها في ليبيا. هذا الأمر ينطبق على فرنسا أيضا، لكن بنظري أن حدود إيطاليا هي الأكثر في ليبيا، لكون ليبيا كما تعلمون هي مستعمرة سابقة لفرنسا، وترى إيطاليا وترى إيطاليا أنها أحق في هذا الأمر، وربما هذا الأمر يؤيدها فيه حتى دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا تتوقع شيئا فشيئا، تفضح وزير خارجية فرنسا إلى زيارة طرابلس وبعض مدن الغرب بمحاولة إيجاد حلفاء جدد لتقوية الموقف الفرنسي وزيادة النفوذ الفرنسي في ليبيا، ومحاولة أن تكون لفرنسا يعني حلفاء آخرين غير خليفة حفتر يمكن الاعتماد عليهم في حالة فشل السيناريو الذي تعتمد عليه في إجراء انتخابات نهاية هذا العام. طيب السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.